في حال وقوع حادث بسيط لم يؤدي إلى تهشم المركبة، باستطاعت قائد المركبة أن يحرك مركبته، وجب عليه أن يحرك مركبته من موقع الحادث إلى الجهة اليمنى من الطريق. وإذا كان فيه طبعا حارة أمان، إذا كان فيه صعدة لفة ساحة ترابية، على طول يبعد عن الطريق نهائيا. أول شيء راح يأمن نفسه، راح لا يتعرض إلى حادث ثاني، لأن بعض الأحيان حادث يقع بين مركبتين، فجأة تشوف المركبات اللي وراء مركبة وراء مركبة، وصار الحادث بدال مركبتين 10 مركبات، وسبب شنو؟ وقوفهم في منتصف الطريق. فيتطلب الحين إذا وقع لك حادث لا سمح الله، على طول شيل سيارتك من الطريق، اخذ الجانب الأيمن، وخر عن الشارع، اتصل على 112، هاتف طواري، راح تجيك دوريا. ليش توقف بنص الشارع؟ بالطريقة هذه أنت فسحت المجال لجميع مستخدمين الطريق، أمنت على حياتك، وحياتك هي الأهم ترى بالنسبة لنا، مهما كانت الطرقات، حياة الشخص هي الأهم. احنا الحين الحادث اذا وقف وظل بمكانه، هل تعتبر هذه بعد مخالفه؟ هذه في القانون تعتبر مخالفه تعمد عرقله حركه السير. لكن احنا بالبدايه احنا قاعد ننوه، ليش؟ يمكن الفيديوهات هذه توعويه، المعلومات اللي قاعد نصدرها من خلال وسائل التواصل وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام، نبي ننبه على قائدي المركبات قبل ان نخالف. احنا دائما قبل ان نتخذ اي اجراء نحاول نسوي حمله اعلاميه، نوصل رسالة إلى جميع قائدي المركبات، عشان إذا وقعت له المشكلة هذا، وقع له الحادث وتخالف، ما يقول أنتوا خالفتوني وأنا كنت يعني كان حادث بسيط. إحنا نقول له إذا صار أي حادث بسيط، على طول وخر عن الطريق، لا تعرض نفسك لا للمخالفة ولا للخطر، والخطر طبعا قبل المخالفة. صح، يعني هي مخالفة عرقلة السير. زين، هذه في حالة الحوادث اللي أن نتعمد الوقوف، أنه والله البنطر الدورية وما أبي أوخر. يمكن ذكرت نقطة بسيطة قبل شوية، اللي هي يخاف إنه يروح حقه. البعض يعتقد إنه إذا حرك يروح حقه، لا، احنا نقول لك إنه حقك محفوظ، حرك وخذ الجانب الأيمن، بتيجي الدورية بتحول لك، وراح تعرف من الغلطان، وراح يحققون معاك، وفي خبير فني في حال تضاربت بعض الأقوال، وراح توصل إلى أقول تاخذ حقك بالكامل.